أهلا بكم من جديد. نفت السلطات المغربية تقدمها بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة دول بريكس، وأكدت عدم حضور قمة المجموعة في جنوب إفريقيا. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر دبلوماسي قوله إن جنوب إفريقيا منحت مرة أخرى لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول البريكس دون استشارة مسبقة، متهما جنوب إفريقيا بإبداء عدوانية مطلقة تجاه المملكة واتخاذ مواقف سلبية بخصوص قضية الصحراء. من المغرب نرحب بمراسلة المشهد عفاف بوشيخي. أهلا بك عفاف، يعني لماذا نفى المغرب المشاركة في هذا الاجتماع القادم لمنظمة بريكس؟ نعم بالفعل، يعني هذا النفي يأتي مالك بعد أيام من إعلان وزيرة الخارجية لدولة جنوب إفريقيا أن عددا من الدول أبدت اهتمامها بالانضمام لمجموعة بريكس وبينها المغرب. مصدر أوثق بالمأذون من وزارة الخارجية المغربية نفى أن يكون المغرب قد تفاعل بشكل إيجابي مع دعوة جنوب إفريقيا للحضور في اجتماع بريكس إفريقيا الملزم عقده بجوهانسبرغ الأسبوع المقبل، وأيضا نفى أن يكون المغرب قد تقدم بأي طلب للانضمام لمجموعة بريكس. هذا النفي طبعا يأتي حسب مصدر وزارة الخارجية دائما باعتبار السياسة أو التعامل المغرب مع جنوب إفريقيا الذي يتسم منذ العام 2005 بعلاقات متوترة مع اعتراف بريتوريا بما يسمى بالجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، طبعا في إشارة إلى جبهة البوليساريو. وطبعا المغرب يتهم جنوب إفريقيا دائما في الوقوف في عثرة للتوصل طبعا لحل سياسي ودائم لقضية الصحراء. بالنسبة للمغرب، اجتماع بريكس إفريقيا هو لا يأتي بمبادرة من الاتحاد الإفريقي ولا مجموعة بريكس التي تضم طبعا الهند والصين وروسيا وكذلك البرازيل، وإنما يأتي بمبادرة أحادية من جنوب إفريقيا، وبالتالي هذه المبادرة تمت قراءتها على ضوء العلاقات المتوترة بين الرباط وبريتوريا ورفض المشاركة في هذا الاجتماع مالك. نعم طيب، هل كان هناك أي تصريحات عفاف سابقة تشير إلى رغبة المغرب في الانضمام إلى مجموعة بريكس؟ على المستوى الرسمي في الآونة الأخيرة لم تكن صراحة هناك أي تصريحات عن رغبة المغرب في الانضمام إلى هذه المجموعة، التي دعني أقول أنها مجموعة ذات أهمية اقتصادية واعدة على الصعيد العالمي. ولكن المصدر المأذون من وزارة الخارجية دائما قال إن جنوب إفريقيا منحت لنفسها الحق بالحديث عن المغرب وعلاقته ببريكسيت دون أي تشاور مسبق، لكنه أكد في المقابل أن المغرب تجمعه علاقات متميزة مع الدول الأربع الأخرى في المجموعة، في إشارة إلى الهند والبرازيل والصين وروسيا، بل تجمعه علاقات استراتيجية وشركات استراتيجية مع ثلاث دول. لكنه أكد أن انضمام المغرب لأي تجمع طبعا هو في إطار السياسة التي يشهدها أو يحددها المغرب في إطار سياسته الخارجية والتي وضعها العاهل المغربي الملك محمد السادس. نعم طيب عفاف، ما هو السبب الرئيسي وراء موقف المغرب؟ هل هو فقط المشاكل مع جنوب إفريقيا بالنسبة لقضية الصحراء؟ نعم، دعني هنا أقول مالك أن المغرب دائما منفتح على أي مبادرة وأي اجتماع يدعو أو يهدف إلى المشاركة في تنمية القارة الإفريقية، لكنه بالمقابل يحدد شرط أساسي للمشاركة في هذه الاجتماعات، وهو ما تقوم عليه السياسة الخارجية التي حددها العاهل المغربي في أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب لعلاقته مع العالم. بالنسبة للمغرب، ربما هذه المبادرة الأحادية الجانب من طرف جنوب إفريقيا قد ترمي إلى التوصل إلى أهداف غير أو أجندة غير معلنة من طرف بريتوريا، وبالتالي هو يعلم دائما بحسب ما جاء على لسان المصدر المأذون من وزارة الخارجية أنها تبدي عداء واضحا للمملكة وكذلك السياسات ومواقف عدائية على الدوام من قضية الصحراء المغربية، وبالتالي يبدو أن هذا هو الهدف
أو الشرط الرئيسي الذي يضعه المغرب لعدم المشاركة والاستجابة لدعوة جنوب إفريقيا التي قال إنها تشوبها مجموعة من الخروقات بروتوكوليا قد تكون متعمدة ومستفزة، حيث تمت دعوة المغرب بشكل سيء وكذلك عدد من الدول من طرف جنوب إفريقيا دون الرجوع والعودة للاستشارة مع باقي الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، حسب طبعا دائما تصريح المصدر الدبلوماسي من الخارجية المغربية مالي. واضح، شكرا لك من المغرب مراسلة المشهد عفاف أبو شيخي على جميع هذه التفاصيل.